أنهت البورصة أول جلسة لها بعد إجازة عيد الأضحى على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، حيث سجل مؤشر EGX 30 مكاسب بنحو 2.54%. كما حقق مؤشر EGX 100 ارتفاعا بنحو 1.96%. وقالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس لأكسترا نيوز إن الجلسة شهدت ارتفاعا في جميع المؤشرات. احنا بنتكلم دلوقتي في ارتفاع كافة المؤشرات في جلسة الأربعاء، وهي أول جلسة بعد عيد الأضحى المبارك. في ارتفاع المؤشر رئيس البورصة بأكثر من 2.36%، عامل فوق ال 14500 نقطة، وارتفاع في كافة المؤشرات بنسبة تتراوح ما بين 1.79% إلى 1.53%، وده بيرجع إلى يعني اهتمام من قبل المتعاملين على التداولات في البورصة، شايفين إن البورصة الفترة القادمة تعمل يعني صعود متوالي بسبب ضخ سيولة جديدة، وبسبب في كان بعض إشكاليات اتحلت في البورصة، وبإذن الله إلى مزيد من الارتفاعات.